أكيد بيحلم بأحلام وحشة هو مين؟ بيحلم بكوابيس كل يوم يعني؟ أيوة وبعدين؟ معرفش، بيحلم بيقوم مفزوع. هو بيشتكي لك يعني، بيقول لك انا ما نمتش كويس، حلمت بكابوس، بيقوم مفزوع. ايوه اه وبيقوم مفزوع. طيب حضرتك سنكم كام؟ هو سنه 20 وانا 21. فاضل على الجواز قد ايه؟ فاضل 3 شهور. طيب الكلام ده كان بيحصل له من زمان ولا لسه جديد؟ لا لسه جديد. طيب ليه متوتر؟ كوابيس الجواز، كوابيس الجواز قبل الزواج. ابشري يا ريهاب، ابشري يا حبيبي. هو متحمس جدا زي ما قال. ابشري ابشري، في حماس في الجوازه. اه بيبلغك يعني، بيقول لك اول. بس هو لازم يتفرمل، بس هي واضح ان هي طيبه ومش وهي يا عيني تعبانه له، فهو لازم هو لازم في شويه حاجات هو يعملها هو نفسه. اول حاجه لازم هو يعيد تفكيره في الجواز، لأن واضح جدا ان هو دي مكبوس جواز. فهو لازم يحس ان هو مش دايما. بقول للناس لو سمحتوا دربوا الناس وهم جايين الجواز ان المسؤوليه احد تعريفات الرجوله. ما بلاش حاجات المسؤوليه عبء دي. انا لما يجي حد رايح يتجوز يقول لك انا عملت كذا وانا عملت كذا وانا عملت كذا، اقول له ما شاء الله، انت عندك فرصه ان انت تظهر بمظهر الرجوله وتبقى متالق. اه مش يا عيني 20 سنه، ده صغير صغير كمان. وعشان كده بقول لهم لازم يعلموه قوي على مسؤوليه زي دي، على حتى النمط ده من الرجوله ده لسه. بس هو كده كده رايح لابس رجوله يعني، فلازم ندربه. فانا